دلوقتي سكه الحديد عشان الحاسه بتاعت امبارح. لجنه اللي احنا اتشكلت ديت، انا بقول ان احنا محتاجين لجنه عليا عليا من اساتذه الجامعات والكليه الفنيه العسكريه وحتى من وزاره النقل، تمر على كافه على الشبكه كلها وعلى الجرارات اللي موجوده عندنا بالكامل، وبقى يكون عندنا الاستعداد ان احنا ناخد أمانة القرار ونقول يا جماعة احنا هنوقف الخط ده بشكل مؤقت الا مثلا ل قطارات البضاعة لغاية لما ترفع كفاءة المرفق او الشريط ده. ما يبقاش النهاردة عارفين ان في عندنا مشكلة، وانا هتكلم على الحادثة بتاعت امبارح مش هخرج عن اللي احنا فيه، لكن احنا قاعدين هنا مع بعض النهاردة عشان نتكلم في كل حاجة. الحادثة دي لازم نتوقف قدام منها، وانا مش عايز اسبق ابدا عشان اخدكم في اتجاه قد لا يكون حقيقي. يعني القطر عدى، القطر البضاعه وقف، والقطر اللي فيه الركاب اتحرك، اول جرار عدى اللي هو الجرار الاولاني، العربيه الاولى، العربيه الثانيه، العربيه الثالثه اتفتح عليها التحويله، فبقى نص العربيه على في المسار الطبيعي ونص التاني يصطدم بالقطر البضاعه. حولها تاني، القطر وقف طبقا لنظام التشغيل. واذا كنت انا بقول كلام مش مظبوط، السيد وزير النقل يردني اذا كان موجود. اول القطر بتاع البضاعه وقف عشان يسمح، لان هو هذا خط مفرد بتتحرك عليه، ثم بتتعمل تحويلات عشان تسهل الحركة. قطر الركاب اللي متحرك اتفتح له المزلقان يعدي، او اتفتح له التحويلة يعدي، عدى الجرار الاولاني اللي هو المقطورة، عدى العربية رقم واحد، عدت العربية رقم اتنين، التالتة والرابعة اتفتح عليها التحويلة، اتغيرت في نص القطر، فبقى نص متحرك في اتجاه السليم ونص داخل في القطر البضاعة الواقف. لما بسأل في الموضوع طب ازاي ده حصل، هل ده امر يدوي؟ قالوا لا، دي اشارات كهربية، يعني المفروض ده هي نظم مؤمنة اكتر من اليدوي، ممكن العمل البشري يبقى كتير. فاحنا محتاجين نراجع ده كويس ونطمن بلجنة تقول الحقيقة لينا اذا كان العمل ده عيب نتيجة عيب، يعني عيب في النظام، عطل محتمل، او حاجة تانية. وانا عشان كده قلت ايه، مش عايز اسبق الموضوع ده برئاسة دولة رئيس المهندس ابراهيم محلب، هو حضرتك اللي تتابع ده فن وتعلن للناس الحكاية حصلت ازاي. انا عايز